السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة رجعنا في فيديو جديد وهو نظام غذائي للتنشيف. بس قبل كده يا جماعة ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. المحتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة: 1 بناء العضلات، 2 نظام غذائي للتنشيف، 3 نظام غذائي لتقليل الدهون في الجسم. النقطة الأولى بناء العضلات. تعد التغذية الجيدة والنشاط البدني عاملان مهمان لبناء العضلات، حيث أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتينيات يعد أمرا أساسيا لاكتساب العضلات، كما أن الدهون والكربوهيدرات مهمة لتزويد الجسم بالطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المهم تناول كميات إضافية من السعرات الحرارية لبناء العضلات، كما يلزم ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. وهناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في سرعة وكمية العضلات التي يمكن اكتسابها، مثل العمر والوراثة. النقطة الثانية نظام غذائي للتنشيف. تركز رياضة كمال الأجسام على مظهر الجسم الخارجي أكثر من التركيز على القوة البدنية كما في رياضة القوة. وينقسم كمال الأجسام إلى مرحلة تضخيم العضلات ومرحلة التنشيف، حيث تحتاج كل مرحلة إلى نظام غذائي خاص بها. إذ تستمر مرحلة تضخيم العضلات عدة أشهر وقد تصل إلى عدة سنوات، وتحتاج إلى نظام غذائي عالي بالسعرات الحرارية وغني بالبروتينيات، وذلك لزيادة بناء العضلات. أما مرحلة التنشيف فتهدف إلى الحفاظ على الكتلة العضلية التي بنيت في المرحلة السابقة مع تقليل أكبر كمية ممكنة من الدهون، ويحتاج ذلك لاتباع نظام غذائي محدد مع ممارسة التمارين الرياضية مدة تتراوح بين 12 ل 26 أسبوع. ومن الجدير بالذكر أنه يجب تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة بنسبة تصل إلى 15%. توزيع العناصر الغذائية الكبرى، حيث يمكن تحديد كميات هذه العناصر بعد تحديد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وتكون نسبتها متساوية في كل مرحلة تضخيم العضلات والتنشيف. وينصح بالحصول في هذه المراحل على ما يقارب من 30 ل 35% من السعرات الحرارية من البروتين، و 55 ل 60% من الكربوهيدرات، و 15 ل 20% من الدهون. التركيز على تناول بعض الأطعمة، حيث يساعد تناول كميات مناسبة من بعض الأطعمة على تزويد العضلات بالعناصر الغذائية اللازمة لزيادة حجمها وقوتها وتحسين تعافيها بعد ممارسة التمارين الرياضية. وفيما يأتي أهم الأطعمة التي ينصح بتناولها في مرحلة التنشيف: اللحوم والأسماك والدواجن، مثل شرائح اللحم وصدور الدجاج وسمك السلمون وسمك القد، منتجات الحليب مثل اللبن وجبن القريش والحليب والجبن قليل الدسم، الحبوب مثل الأرز والخبز والشوفان والكينوا والفشار، الفواكه مثل الموز والتفاح والعنب والبرتقال والبطيخ والتوت والخوخ، الخضار النشوية مثل الذرة والبطاطا والبزلاء والفاصوليا الخضراء، الخضار مثل البروكلي والسبانخ والطماطم والكوسة والخيار والفطر والفلفل الحلو، البذور والمكسرات مثل بذور الكتان والشيا ودوار الشمس والجوز واللوز، البقوليات مثل الحمص واللوبيا والفاصوليا السوداء والعدس، الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكاتو وزيت بذور الكتان. تجنب بعض الأطعمة. إذ ينصح بتجنب بعض أنواع الأطعمة في مراحل التنشيف، ومن أهمها السكريات المضافة التي يزود الجسم بكميات كبيرة من السعرات الحرارية مع القليل من العناصر الغذائية. وهناك عدة أطعمة عالية المحتوى من السكر مثل البوظة والكيك والحلوى والمشروبات المحلاة مثل المشروبات الرياضية والصودا. الأطعمة المقلية، حيث يمكن أن تؤدي تناول هذه الأطعمة بكثرة إلى الإصابة بالأمراض. ومن هذه الأطعمة البطاطا المقلية والسمك المقلي وحلقات البصل وغيرها. كما ينصح بتجنب تناول الأطعمة التي تبطئ الهضم وتسبب اضطرابات المعدة قبل ممارسة التمارين الرياضية، مثل الأطعمة الغنية بالدهون كاللحوم الدسمة والأطعمة عالية المحتوى من الألياف الغذائية كالبروكلي والزهرة والمشروبات الغذائية.
تناول مكملات كمال الأجسام، حيث يوجد العديد من المكملات الغذائية التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام، وقد يكون بعضها مفيدا والبعض الآخر ليس له فائدة. وفيما يأتي بعض هذه المكملات: بروتين مصل اللبن، الواي بروتين، والذي يساعد على الحصول على كميات جيدة من البروتين. الكرياتين، والذي يزود العضلات بالطاقة التي تحتاجها لأداء وظائفها. الكافيين، فهو يقلل من الإعياء وبالتالي يساعد على التمرن بشكل أفضل، وتوفر في الشاي والقهوة وبعض المكملات التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام قبل ممارسة التمارين الرياضية. الفيتامينات المتعددة، مالتي فيتامين ومكملات المعادن، حيث يمكن تساعد هذه المكملات على تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة، مما يساهم في تقليل الدهون في مرحلة التنشيف. النقطة الأخيرة: نظام غذائي لتقليل الدهون في الجسم. يعد النظام الغذائي البنائي من الأنظمة الغذائية التي تضمن زيادة حرق الدهون في الجسم، وهو نظام منخفض الكربوهيدرات، ويناسب الأشخاص الذين يريدون زيادة الكتلة العضلية مع الحفاظ على مستوى منخفض من مخازن الدهون في الجسم. وقد سمي هذا النظام الغذائي بهذا الاسم بسبب الاعتقاد بأن تأثيره يشابه تأثير الاسترويد البنائي. ويرى مؤسس هذا النظام بأن التناوب في كمية الكربوهيدرات من العالي إلى المنخفض يساهم في حرق كميات أكبر من الدهون. وفي حالة لاعبي كمال الأجسام، يحتاج الجسم إلى السعرات الحرارية لبناء العضلات، ويمكن أن يؤدي انخفاض هذه السعرات إلى خسارة جزء من الكتلة العضلية. ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام الغذائي يعد غير مناسب لاتباعه فترات طويلة، ولكنه قد يكون مناسبا للاعبي كمال الأجسام أو رفع الأثقال في فترة استعدادهم للمنافسات، حيث أنه لا يتضمن تناول الخضار والفواكه والبقوليات، أي أنه لا يزود الجسم بما يكفي من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وبالتالي لن يحصل الجسم على ما يكفي من مضادات الأكسدة المهمة لمكافحة الإجهاد التأكسدي الذي يسببه التمرين. كما يمكن لنقص الألياف أن يؤدي إلى نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء وزيادة فرصة الإصابة بالإمساك المزمن. وقد أشار بعض الدراسات إلى أن الحميات عالية الدهون تؤثر سلبا في عمل الإنسولين. وبكده يا جماعة نكون الفيديو انتهى معانا النهاردة. ياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايكات ولو في تعليقات عشان نقدم كل ما هو جديد. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.